استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث قدم سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى منتخب البحرين الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزهم ببطولة غرب آسيا لكرة القدم في نسختها 9 والتي أقيمت منافساتها مؤخرا في جمهورية العراق الشقيق. وقد تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى. ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء أبطال البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدني أن أتقدم للجميع بأجمل وأخلص التهاني بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة غرب آسيا، وأن أتوجه بتقديري العميق لأعضاء الفريق وطاقمه الإداري واتحاده على هذا الإنجاز التاريخي المشرف الذي جدد تألق الرياضة الكروية البحرينية وجسد قدرة الكفاءة الوطنية على التفوق والتميز في كل ميدان تنافس. ولقد استطعتم من خلال إصراركم على الصدارة أن تقدموا صورة مشرقة لمعاني الجد
والاجتهاد، كما فعل أهل الذهب من شبابنا في تحقيق أعلى مستويات الإنجاز، ونجحتم بتفوق في تحويل مشاركتكم الرياضية إلى حدث وطني أضفى الكثير من الفرح على قلوب أهل البحرين، حيث جاءت مشاعرهم العفوية والصادقة معبرة عن فرحتنا جميعا. فشكرا لكم وبارك الله في جهودكم، فقد كفيتم ووفيتم، وبذلك أكملتم العقد الذهبي كما وعدتم. كما يطيب لنا أيضا أن نهنئ شبابنا البحريني الذين حققوا خلال هذا الشهر فقط العديد من الإنجازات، منها المركز الأول في بطولة مجلس التعاون لكرة السلة للشباب، وبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة تحت 15 سنة، والبطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية. شاكرين جهودهم القيمة ومعربين عن فخرنا واعتزازنا بهم على ما حققوه من إنجاز وطني مشرف. وفي هذه المناسبة المتميزة بصداها، أتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، كل في مجال اختصاصه، على دقة العمل والمتابعة الشخصية لضمان توفير أقصى ما يلزم للتقدم بالشأن الرياضي. داعينا الله عز وجل أن يجعل التوفيق حليفكم برفع راية الوطن الغالي فيما هو قادم من منافسات رياضية. بوركتم وبوركت البحرين بعزيمة أهلها ورعاية المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أعرب جلالته حفظه الله خلال لقاء عن عجابه واعتزازه بإنجازات أبناء وبنات البحرين وإبداعاتهم في مختلف المجالات وكافة المهن وعزيمتهم الصادقة للتفوق، وأن ما حققوه بروح المثابرة والإصرار وبالتخطيط المتقن يستحق التوثيق والتسجيل ليكون حافزا للنشء للسير على خطاهم، متمنيا جلالته للجميع استمرار التفوق والنجاح. وقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كأس البطولة إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما قدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم هدايا تذكارية إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله. كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن عظيم شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية سموه الدائمة للحركتين الشبابية والرياضية، حتى باتت مملكة البحرين إحدى الدول المتقدمة في عالم الرياضة في المشاركات الخارجية، مشيرا سموه إلى أن رعاية ودعم جلالته أيده الله في دعم مسيرة الحركة الشبابية والرياضية حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، يأتي في مقدمتها فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق الشقيق. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رعاية ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للحركتين الشبابية والرياضية ساهمت بتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وأبرزها فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا، وحصول منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة على لقب بطولة مجلس التعاون الخليجي، وحصول منتخبنا الوطني للناشئين للكرة
الطائرة على المركزين الأول والثاني في البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية، وأيضا فوز منتخبات كرة الطاولة بالميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين في بطولة غرب آسيا، حيث تعتبر هذه الإنجازات ثمرة من ثمار دعم ورعاية جلالة الملك لأبنائه الرياضيين. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: أننا نعاهد جلالة الملك على بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة مسيرة دعم الحركة الشبابية والرياضية والتي بدأها جلالته، ومواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة في عصرنا الذهبي للرياضة البحرينية، وتحقيق كامل الأهداف المرصودة في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في كافة المحافل الخارجية، ونقدم لجلالته أسماء آيات الشكر والتقدير نيابة عن كافة الحضور على دعم جلالتكم المتواصل لأبنائكم الرياضيين، وسوف نسعى دائما لمواصلة حصد الإنجازات المشرفة في المشاركات الخارجية واستضافة أكبر البطولات على أرض مملكة البحرين لجعلها عاصمة الرياضة على المستوى الدولي. وأعرب أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على الدعم الكبير والمساندة الذي يحظون بها دائما من جلالته، والتي كان لها الفضل في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، معاهدين جلالته على مواصلة اعتلاء منصات الشرف ورفع راية الوطن في كافة المحافل والبطولات الرياضية القادمة. وأعربوا كذلك عن تقديرهم لجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الحثيثة، ودعم وتشجيع سموهما المتواصل وحرصهما على توفير كافة الإمكانيات لهم لتحقيق النتائج المشرفة.